السلام عليكم. ان شاء الله باذن الله هنبتدي النهارده اول تعليم او اول درس في فنون النشاكو او السلاح البروستي او سلسله البروستي او سلاح المظاليم او الفرمانش بالعاميه بالمصري. انا احسن حاجه اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنبتدي طريقه التدريب بتاع او الدروس اللي هنعملها عاملينها للشباب اللي هو ما عندوش مدرب او هو عايز يدرب نفسه لنفسه او يتعلم يستفاد ما عندوش مدرب في مكانه او ما عندوش مدرب في حجد او راجل في الصعيد او راجل في حلب الشلاتين حتى ما فيهاش مدرب وهو عايز يستفاد. فان شاء الله نبتدي اول طريقه مثلا انا اهم حاجه عندي ان انت تستفاد ثم تستفاد وتفتح دماغك كده تبقى راجل ايه 100 100. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله اول حاجه نبتدي بيها احنا هنعمل قطعه وبعدين نبتدي التعليم بتاعنا. هنبتدي اول قطعه في الفرن. هنعمل ايه؟ 1 2 3 4 5 6 اهو 1 2 3 4 5 6. انت بقى ايه بالظبط؟ انا راجل لسه ما اعرفش العب بالفرماتش خالص. اول حاجه هاجي اعملها هاخد دي فوق ارفع كل فوق اول يبقى عندي 1. بص اقف كده اهو 1. طب انا مش مثلا عايز اجيبها 100 100 وراجل مثلا يعني دراعي مثلا في تخين شويه فاجي مثلا عندي لو اي حاجه عندي مثلا حطيت معايا الشباب في البيت بتوفرها ما عملهاش في البيت اي حته اللي انت بتتدرب فيها بلاش في البيت تلعب بالفرمانش اصلا عشان ما تبصش حاجه ولا مش هتعرف. هبتدي انا اعمل كده يجي فوق اي او كل ده او كده كده كل برضه يبقى انا عندي واحد فوق العصايه الاول دي فوق ودي فوق كده عشان يبقى انا متمكن في ايه؟ الفرمانش دي فوق هعمل ايدي كده كده ودي كده هجيب ايدي من ورا كده ودي كده اوكي. يبقى انا بص رجاله بسم الله 1 2 يبقى انا خدت عندي 1 2 اهو 1 2. اول ما اجي بقى هقعد اعمل هعمل كده وكده كده كده اول ما اجي ابتدي اخلي كوعي مفتوح شويه دي مفتوحه واسجل دي نفسي كده مش هتكلم بقى بقول زاوية 10 أو زاوية 5. احنا بنتكلم بس الشباب اللي هو ايه اللي هم العاميين اللي مش متعلمين خالص. يبقى 1 2 1 2 1 2 خش بعيد ماسك الفرمانش ما مسكش من الاول عشان لو جيت انا مسكت من الاول وعملت كده هيتبط في وشي. احنا جربنا الكلام ده زمان يعني وانا بنتعلم لو خبطت كده هيتبط في دماغي. يبقى انا لازم امسكه من الحته اللي هي ايه ايدي ما تعديش الحته الحديده او ما تعديش بعد السلسله على طول. هاخد 1 2 1 2 1 2 1 2 مفتوح وش بعيد ماشي صح اهم حاجه الماسكه 1 2 1 2 1 2. اجي بقى هنا اهو 3 4 احط الفرماشي في بطني كده واعمل بوست كده هثبته في بطني اهو واخد 1 2 1 2. يبقى عندي بعد اعمل كده بعد كده 1 2 3 4 1 2 3 4 انا احطه في بطني قريب لبطني شويه لو انا لسه بتعلم مش عارف حاجه خالص يبقى بص اهو خلي جسمي يتحرك يبقى خدنا 1 2 3 4 انا عندي المكس بقى ان انا اخد 1 كده 2 همسك بقى عشان اجمسك ممكن ناس كتير شباب يعني بيجي غلط هو اصلا هو يجي يرفع لفوق وعايز يمسك فيربط كوره او يجي يرفع لفوق يربط كوره من هنا انا هفتح كوره كده هاخد 1 2 ايدي بقى على الصدر كده وارفع الصدر هنا بالظبط ومستنيه تبقى في الفرامل اخد 1 2 اول ما ايدي هنا اثبت ايدي هنا كده بالظبط اعمل 1 امسكه 1 امسكه 2 1 امسكه هسيب بقى دي واخد بالثانيه فوق اهي ايدي برده الثانيه عند الصدر هاخد ايدي فوق بعد ما ضربت على العصايه خليت ايدي كتفي يبقى كويس باخد فوق وايدي على الصدر 1 ايدي 1 كده على صدري واخد كده وافتح وافتح ايدي على صدري لازم ايدي ما تعديش الجزء ده لو حركات معايا لازم تعدي الجزء اللي ورا لو جبت اي فرماش من عايز هتلاقي في خطوط هنا خطوط هنا انا ما عديش ايدي عشان ما اتخبطش يبقى انا كل اللعب عندي من اول هنا اخد 1 2 ايدي معايا 1 ايدي بقى بص كده على صدري واستقبل 1 2 يا رب تكون كده ايه حركه كده سهله بالبطيئه 1 6 1 ايدي على الصدر اهو واثبت 1 واسيبه تاني اثبت 1 واسيبه تاني اثبت 1 وامسك 1 وامسك 1 وامسك
بقى عندي بقى بدل خدت واحد اثنين هنا بقى اللي عرفني ثلاثة أربعة أهي. هبعد بقى السنة عند بطني سنة صغيرة من عند كده كده فوق المعدة هاخد واحد اثنين ثلاثة أربعة يجي بقى معايا خدت واحد اثنين باخد دفعة صغيرة كده دفعة صغيرة كده ودفعة صغيرة كده يجي معايا واحد اثنين واحد اثنين واحد بقى دي واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة سهلة بسم الله الرحمن الرحيم تاني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هسيب حط ايد عند السلم سيب حط ايد عند السلم سيب حط ايد عند السلم يبقى هعملها بقى بسرعة بسم الله بعد كده خد انا مش اعمل دي الصبر التحية انا اعتبر اصلا بروسي قال لك كده هو بروسي قال لك دي التحية زي الفرمانش يعني ان هي اهم حاجة ان انا الجزيري فرق لو انا بلعب بقى كل كوم اعمله كده بلعب مش هسيب اعمله كده مالهاش دعوة بيه بس اصلا لازم اول حركة اعملها في لعبة المنشات والفرمانش ان انا افرد السلسله لان لو انا جاي العب والسلسله داخله في بعضها ومثلا عامله كده لو انا راجل دخل بطوله ولا حاجه وده عامله كده وجاي العب بيه على طول ما اتفردش ممكن يروح جاي ضارب من ايديا يبقى انا خسرت لازم اتاكد ان الجنزير مش الشاشه دي تثبت ان الجنزير بتاعي ممكن يكون مكسور ممكن يكون حاجه فاكره ما اخدش بالي حاجه اخش العب قدام حد يصير عور حد يكسر حاجه في اي مكان يبقى انا خسرت ايه وجبت لنفسي الثلاثه لا انا اخد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة بدنا بسرعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة دي إيه؟ في الآخر أوكي؟ عملنا بقى تاني آخر مرة واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة بريد. ده الدرس الأولاني ان شاء الله باذن الله لسه تنتظرونا نعمل جديد دي لسه اول مرحله الناس اللي لسه ابتدى وان شاء الله تكونوا استفدتوا يعني يا رب يعني تكونوا استفدتوا وكان معاكم كابتن عبوده النينجا مثالي تحيا مصر يا عم الحاج